السلام عليكم. الله يعطيكم العافية يا أخوان. يا أخوان إحنا دائما بنحكي دائما هاي معلومة دائما الكل لازم يأخذها بعين الاعتبار. كل إشارة جرن كبير هدفه جنبه. كل إشارة جرن كبير سواء كان مربع ولا كان مستطيل ولا كان دائري، إذا كان فوق حجمه الطبيعي معناته هو تثبيت، بكون تثبيت مؤكد. شو هذا الجرن؟ تقريبا بحدود 40 سنتي في 40 سنتي بعمق 30 سنتي. هذا الجرن شايفين كيف؟ الآن هذا الجرن هيا هون، هذا حبينا بس نورجيكم إياها إحنا على الطبيعة. هذا الجرن هاي هدفه هون شايفينه؟ هذا هدف الجرن. الجرن ما بيبعد تقريبا 3 متر. 3 متر الجرن، وهذا هو المد. هذا لكن يا اخوان هذا محفور من سنوات طويله، يعني مش من جديد، لانه مردوم وفي ردم كثير. يعني هذا يعني مفتوح من زمن طويل. يعني هذا هو زي ما انتم شايفين اساس هذا. انا هاي يعني هاي هذا الفيديو حتى يعني اغلب انا نزلت كثير عندي على صفحتي على التيك توك اكثر من 20 فيديو عن الاشاره الكبيره اللي بيكون هدفها جنبها. لكن برضو كمان نزيد من الشعر بيت ونزيدكم معلومه كمان جديده، بس مش اكثر ولا اقل يا اخوان. الله يعطيكم العافيه وحياكم الله جميعا، اهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا يا اخوان تتابعونا على التيك توك باسم مجد السنديان، وعلى اليوتيوب في قناة لتحليل إشارات بالميدان باسم مجد السنديان، وعلى الفيسبوك مجموعة البارون لتحليل الإشارات والكشف عن الميدان عن الران برضو باسم مجد السنديان. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا فيكم يا أخوان، أهلا وسهلا.